حضرتك تعتقد ان هذا من الجائز او الممكن رغم تأكيدات كل القيادات القائمة على ادارة البلاد حاليا على انه لا عودة للوراء ولن يسمح بعودة عقارب الساعة للوراء؟ الامور لا تتوقف على ماذا نريد نحن وماذا نخطط. قلت ان هم بيدفعوا الدولة للارتباك كي ترتكب اخطاء. اذا ارتكبت اخطاء فلا قيمة اطلاقا لما نريد نحن. القيمة الحقيقية هتكون في الامور التي تدار دوليا وتدار بشكل لن يكون في امكان الدولة المصرية انها تتصدى له، خصوصا اذا ارتكبت هذه الاخطاء بغباء شديد. انا اسف يعني ان انا اقولها بهذا الشكل، لكن يجب اننا في هذه اللحظة اللي احنا بنعيشها ما نحسش قوي على كلامنا. يعني خليني اقول لحضرتك على سبيل المثال ما تم من هوس، حالة هوس بفكرة المؤامرة. كون ان الدولة المصرية تتعرض لمؤامرة بالتأكيد ما فيش حد قال ان الدولة المصرية لا تتعرض لمؤامرة. نعم. المؤامرة موجودة، لكن فكرة الهوس بفكرة المؤامرة والدخول في هلاوس تتحدث عن مؤامرات وهمية ومؤامرات هزلية كالتي سمعنا عنها الايام الماضية، ده الحقيقة بيدفع. انا عايز حضرتك توضح، لان حضرتك واضح ان عندك رؤية محددة حول وقع يعني محددة. خلينا ناخد المثال اللي يبدو للكثيرين انه مثال هزلي، هو فعلا هزلي لكن له تداعيات جادة وخطيرة للغاية، وهو المؤامرة التي تتزعمها أبلة فهيتة أو أيا كان اسمها. يعني هذا الذي حدث، أنا شخصيا لا يعنيني شخص هذا الشاب أو الفتى الذي أخرج هذه الهلاوس، من حقه أن يهلوس كما يشاء، ولا يعنيني حتى أن يستضاف في وسائل الإعلام. أنا اللي يعنيني أنه تم استدراج الدولة المصرية ممثلة في النيابة العامة لأنها تأخذ هذا الأمر مأخذ الجد وتبدأ في تحقيقات مع واحدة من كبريات الشركات في العالم ذات الامتدادات العالمية. نسيبنا من حكاية أنها شركة كبيرة وأنها ذات امتدادات عالمية، خلينا نشوف دلوقتي ما الذي سيحدث نتيجة هذا العمل الذي استدرجت له الدولة المصرية عن طريق النيابة العامة. أولا أنه يتم إرسال رسالة للخارج بأنه هذا هو الإرهاب الذي نتهم به، هذه الدولة اتهمتنا بأننا جماعة إرهابية، اشهد يا عالم ماذا تعني هذه الدولة بالإرهاب.